هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. كنا نود إنه نحكي أكثر اليوم عن طبعا الصوم الكبير، التوبة، الندامة، في رسالة من غبطة البطريرك فؤاد بطرس الطوال عن هذا الموضوع، ولكن للضرورة أحكام. يعني يمكن سمعتوا في الأخبار أو شاهدت على التلفزيون على الأقل عن اكتشافين في الأسبوع الماضي، إيش بسموه اكتشاف؟ اللي هو إنه اكتشفوا إنجيل في تركيا، بيقولوا إنه في فترة أولى أو أول وهلة قالوا هذا الإنجيل يعود إلى القرن الخامس الميلادي أو السادس الميلادي، يعني من سنة 500. وبعدين صار في أخبار بخلاف ذلك، وبعدين في مخرج سينما يهودي كندي سمحة ياكوبوفيتش أو ياكوبوفيتشي اللي بيقول إنه اكتشف يمكن رفات تلاميذ المسيح أو رسل المسيح. فعملت عليها مقال في جريدة القدس، بلخص لكم طبعا هذا المقال يلخص الموضوعين. زي ما قلنا القول الأول إنه هذا إنجيل في تركيا وجدوه مع عصابة بتهرب وثائق وإلى آخره، 12 سنة ما أفرجوا عنه هذا الكتاب، بس فجأة نشروا أو حكوا عنه. مين حكت عنه؟ ديلي تيليغراف، صحيفة تركية اسمها زمان، والقناة العربية، القناة الفضائية العربية. تاني يوم في جريدة إحدى صحفنا المحلية سمعنا أنه لا، هذا مش من القرن السادس، يعني مش من سنة الألف وخمس، مش من سنة الخمسمية، بل قبل، يعني مش قبل 1500 سنة، بل منذ سنة 1500، يعني يعود إلى سنة 1500 ميلادي. نيجي الصور القليلة اللي حطوها على الإنترنت، هي صور بقول لك في اللغة الآرامية. اطلعنا على اللغة، مش بالضبط آرامية بل اللغة السوريانية. هلا السورياني هي لهجة ألمانية، ألمانية لهجة آرامية أساسا، وتطورت وصارت لغة مكتوبة مع أدب عالي المستوى بين القرنين الرابع إلى الثامن بعد الميلاد. القرن الرابع إلى الثامن بعد الميلاد، وهذا الحكي معناه إنه إشي متأخر جدا. وبيقولوا بعض العلماء خصوصا من سوريا اللي بيعرفوا اللغة الآرامية أو خلينا نقول السوريانية، بيقول لك إنه هذا النوع من الخط، في نوعين من الخط السورياني، في السورياني الغربي سموه سيرتو، والسورياني الشرقي استرانجيلو، سيرتو واسترانجيلو. الكتاب هذا مكتوب بالسيرتو، يعني السورياني الغربي، ويبدو انه وصل لهاي الصورة، يعني لهاي الشكل، هذا الخط بدأ بهذا الشكل مظبوط سنة 1100، يعني اذا بدنا نقول على الاقل يعود الى القرن الثاني عشر الميلادي. هلأ في كتابة، شو هي كتابة؟ بالسرياني بشميت او بشميت دربان، بشميد موران، يعني باسم ربنا أو باسم الرب. بعدين
ايش كمان مكتوب بالدير دعاليا دربان نينوى، يعني من الربان. ربان هو رئيس دير في نينوى. اي سنة؟ الف كتابه كتيب هون، يعني كتب هذا الكتاب في دير رئيس رهبان نينوى أني سنة؟ 1500 لماران أو لموران، يعني من السنوات الميلادية. في أخطاء في الجغرافيا، في المواقع الجغرافية، بيقول الناصرة و الناصرة والقدس تقع على شرق البحر. هلا نعم، أنا في الواقع بديت أحكي لكم عن إيش؟ عن الخط اللي شفته. منيح؟ هلا طبعا ليش كان مهتم فيه العالم الإسلامي؟ لأنه بقول لك هذا الكتاب، إذا هي طلع من سنة 1500. قالوا عنه بالآرامي، طلع بالسورياني، وفي مرحلة إيش؟ متأخرة جدا من الخط السورياني. هلا المحتوى هم تحمسوا له لأنه بيضع على لسان المسيح نبوة إنه رح يجي بعده نبي اسمه محمد، ولكن يبدو إنه المحتوى تبعه يشبه، إذا مش هو، نسخة سوريانية من الكتاب المزيف اللي ما بيستاهلش اسم إنجيل برنابا، لأنه هذا زي ما تفضل أبو جمال، إنجيل ما يسمى بإنجيل برنابا هذا كتبه واحد أوروبي من العصور الوسطى، عمره ما أجى على فلسطين، عشان هيك بتوهم إنه الناصرة على شاطئ البحر، القدس على شاطئ البحر. بقول لك إنه في القدس تحت الاحتلال الروماني كان في 3 جيوش، كل جيش منها مكون من 200,000 جندي. طيب القدس لحد سنة 1967، القدس الشرقية كان عدد سكانها 80,000 إذا مش أقل. وبعدين طبعا في كتير أغلاط، من الأغلاط اللي هي ضد القرآن نفسه أو ضد العقيدة الإسلامية نفسها، هي ضد الكتاب المقدس، ضد الإنجيل. من هو المسيح؟ يسوع هو المسيح ولا لا؟ اللي كتب هذا الكتاب بيقول إنه المسيح المنتظر هو محمد، المسيح المنتظر هو محمد. ليش غلط بهالإشي؟ غلط لأنه على الأقل حسب النسخة الإيطالية اللي احنا بنعرفها، لأنه في نسختين أهمهم بالإيطالي، ممكن الثاني بالإسبانيولي. مثلا أول ما يبدأ بقول إنجيل يسوع المسيح، إيه، وبعدين بقول إنه المسيح قال، يسوع قال أنا لست المسيا. طب كيف إنجيل يسوع المسيح ويسوع نفسه شو قال؟ معلش تعيدوا لي إياها، أنا لست المسيا. في إشي غلط هون، شو الغلط؟ شو المسيا؟ مسيا المسيح، بس بأحرف أجنبية. إذا بدنا نرجع لمين؟ للتلياني المعكروني اللي كتب هذا الإشي. المسيح بالتلياني مسيح. أول شيء المسيح هي كلمة طبعا أساسها فرعونية، صح؟ صارت عبرية مشيح، بالعربي مسيح يعني ممسوح بالزيت. نيح؟ اللي هو مين؟ كان يمسح بالزيت الملوك والكهنة والأنبياء. يسوع احنا نسميه المسيح لأنه كاهن ونبي وملك. نيح؟ كإنسان نبي طبعا، بس هو كمان ملء الطبيعة الإلهية تسكن في كولوسي 2:9. هلا لم باللغات الأجنبية في عنا كلمتين، الكلمة اللي بترجم المعنى مظبوط كرايست من اليوناني خريستوس، يعني خريستوس يعني ممسوح بالزيت، وفي كلمة لا تترجم بل تنقل الأحرف. كيف يعني؟ مشيح مسياس مسيا. أعطيكم مثال أو بعدين بعطيكم مثال. إذا هذا الطلياني ولا الإسبانيولي الجاهل اللي كتب هذا الكتاب المزيف،
فكر انه كريستو هو شخصية والمسيح ايش شخصية تانية، مع انه كريستو تعني ممسوح بالزيت ومسيح هي نفس كلمة مسيح، مسيح مشيح بس منقولة بأحرف أجنبي. مثل بسيط، واحد بتقول له يا فؤاد عطوان مش هيك بالزونات بدي مثلا بدي أشتري راديو، بقول لك أنا فيش عندي راديو، عندي مذياع. طيب شو هو المذياع؟ راديو. شو عملنا هون؟ كلمة مذياع هي ترجمة، translation. طيب كلمة راديو هي تعريب، شو يعني transliteration؟ يعني أخذنا الأحرف وحطيناها بوين؟ بالعربي. أنا عندي تلفون، شو قديش فاتورة الهاتف عندك؟ الهاتف، الهاتف والتلفون، الهاتف هو إيش؟ التلفون. هاي إيش؟ ترجمة. هديك الكلمة إيش؟ تلفون هي تعريب، لأن ما ترجمناها، إيش عملنا؟ بس أخذنا الأحرف. إذن الأفندي هذا بدنا نسميه أفندي، شاف كلمة كريستو وشاف كلمة مسيا، فشو قال؟ يسوع هو كريستو ومحمد هو المسيا. ومعوش خبر إنه إيه؟ إنه كريستو هي ترجمة ومسيا هي نقل للفرنسي للإيطالي، لأنه فيش عندهم حرف الحاء ولا حرف الخاء. طب برنابا جنسية إيش هذا؟ برنابا المضبوط كان قبرصي، يهودي من قبرص، ورافق القديس بولس في رحلة. برنابا اللي نسمع عنه الصلاة جنب المسيح؟ ما فيش هذاك برأبا، برأبا اللص اللي أفرجوا عنه، برأبا يعني ابن أبيه مش برنابا. أنت السؤال. طيب إذن هاي في كتير أشياء طبعا بحكيها بعدين، زي ما قلنا ما بتدخل العقل. هون بدنا زي ما قال عباس محمود العقاد إنه لا يعول عليه، هذا اللي اسمه إنجيل برنابا لا يعول عليه، أكيد كتب بعد القرن الخامس عشر الميلادي، يعني بعد سنة 1400، ويبدو إنه هذا إيش؟ هذا نسخة منه أو ترجمة أو كتاب شبيه به جدا. هلأ نيجي للموضوع الثاني. الموضوع الثاني بيحكي لنا عن زي ما قلنا إنه في نعوش بعيد النور اكتشفوها عن طريق إنسان آلي، يعني روبوت، في منطقة في القدس الغربية، أو يمكن هلا في إشي بالقدس الغربية إشي بالقدس الشرقية. وبقول لك إنه هذا الإنسان الآلي قدر يكتشف إيش، زي ما بعت لي أحد الإخوة على الإنترنت، إنه في سمكة ومنها السمكة واحد طالع اللي هو مين؟ يونان. يعني في سمكة وفي رأس إنسان. بقول لك بما إنه هاي، بأنه ولا على أي قبر ولا على أي بعيدنا هون كمان نعش يهودي ما في رسم سمكة، معناه هذا الرسم مسيحي. وليش الرسم مسيحي؟ لأنه السمكة المسيح معظم تلاميذه كانوا صيادين سمك. تذكروا الصلاة الحلوة في الطقس البيزنطي، مبارك أنت أيها المسيح إلهنا يا من أقمت الصيادين جزيلي الحكمة، إذ أنعمت عليهم بالروح القدس وبهم المسكونة قد اقتنست يا محب البشر دوكسسي، المجد لك. تلاميذ المسيح معظمهم من الصيادين. المسيح كثر مرتين الخبز والسمك. السمك كانت إشارة تعارف سرية بين المسيحيين، لأنه كلمة إخثيس السمك يعني وهو حي، بخلاف بساري وبساريا وهو ميت. السمك أخذوا كل حرف وعملوا عليه
ايش كلمه يسوس خريستوس ثيو يوس سوتير، يعني يسوع المسيح ابن الله، ابن الله يعني كلمه الله المخلص. اذا بقول لك هذا اكيد نعش عيد نون لمسيحيين مش ليهود. وبقول في جهه ثانيه كمان بين نعش ثاني مكتوب عليه باللغه اليونانيه، بدك تنتبه، مكتوب عليه باليوناني ما معناه بالعربي يا يهوى، يا يهوى انهض، انهض يعني اقم من بين الاموات. بقول لك هذا اكيد تلميح على قيامه المسيح، ويمكن كمان هذاك الثاني تلميح على قيامه المسيح. مش المسيح قال في متى 12 انه ايه يونان، يونان زي ما كان في بطن الحوت فهكذا لمدة ثلاث أيام فهكذا. طبعا هاي رمز لقيامة السيد المسيح. هنا بعزز فكرة شهود يهوى إنه إيش؟ يا يهوى قول انهض. ما هذا اللي بدنا نجاوب عليه، إنه هذا كلام فارغ. ليش؟ ممكن إنه ما تكون أبدا، مش ممكن أكيد إنه مش كلمة يهوى في اليوناني. ليه؟ لأنه في اللغة اليونانية هلا يهوى أكملها فيها تنتين يهوى في النص وفي الآخر. طيب في اللغة اليونانية يهوى مش عربية، ما اختلفناش. بالعبري كمان يهوى في مرتينها، شكرا لملاحظة أبو جورج. نيح هاي في مرتين إيش؟ ها مستحيل محال تكون في ولا أي نص يوناني. ليه؟ لأنه في اللغة اليونانية فيش حرف ها، فيش حرف ها في اللغة اليونانية. إذا بقولوا بالأردن أبدا قطعيا شيلة، خصوصا وين ما فيش حرف ها، لا في نص الكلمة ولا في آخر الكلمة. بتقول لي طيب في عندنا كلمات من اليوناني ودائما احنا بنكتبها بالإتش بالها، مثلا هيدروجين صح، هيدروليك، كيف تكتبها؟ بالإتش. كل شيء يتعلق بالماء بيبدأ بهايدر من اليوناني إيدور. شو هو السر؟ فيش سر بالمرة، إنه أول الكلمة برضو فيش حرفها، ولكن في اليوناني القديم شو كان يحطوا؟ فاصلة مقلوبة هيك. الفاصلة المقلوبة هاي اللي يمكن عمرهم اليونان ما لفظوها، ولكن في اللغات زي الفرنسي، بس الفرنسي والألماني وإيش كمان؟ الفرنسي والألماني والإنجليزي بحطوا بدال هالفاصلة المقلوبة إيش بحطوا؟ H، بتصير هيدروجين، هيدروليك إلى آخره. إنتوا معاي؟ إذن برجع وبقول أو أكيد أدركتوا معي بدون مؤاخذة إنه يهوى في العبراني زي في العربي فيها إيش مرتين فيها؟ أنو حرف؟ إلها. وفي الشهاب اليوناني خصوصا وين؟ في نص الكلمة أو آخرة. عشان في كل العهد الجديد اليوناني فيش ولا مرة يهوى، مستحيل. يا أبونا يهوى عبرية، نين كلمة عبرية. هلا في كلمات عبرية بتقدر تنقلها لليوناني صح؟ وفي كلمات عبرية بتقدر تنقلها بس بتغير حرف. قصدك نقل ولا ترجمة؟ لا هون نقل، بدك تنقل، يعني بدك تنقل الأحرف. أما هون ما بتقدرش تنقل الأحرف. ليش؟ لأنه فيش حرف. لما تقولي واحد اسمه خليل كيف بدك تنقل خليل خلينا نقول للإنجليزي في الشيخ كيف؟ تكتبها ك
K-H. أما الروح خليهم يلفظوها خليل، راح يقدروا يلفظوها خليل، فبفضل يقولوا تشارلز، تشارلز، وخلصونا من هالغنجة يعني. إذا بعتقدوا إنه هذه النعوش نعوش الرسل. ما هو ما هو خلينا نيجي لهي النقطة. ما يعني بالتدرج يا عم اليوس. إذا أولا شو قلنا؟ إنه هذا الرمز مسيحي. على فكرة إذا الرمز مسيحي إيش بثبت لنا؟ إنه لا، إنه كان في إيقونات، كان في صور، ولا لا؟ مش إنه الكنيسة اخترعت الصور. الحد الماضي كان أحد إيش؟ في الطقس البيزنطي عند الكنيسة الأرثوذكسية الشقيقة أحد الإيقونات. يعني إنه المسيحيين ما بخافوا يرسموا، لأنه عند المسيحيين فيش خطر إنه يعبدوا الرسوم. اليهود كانوا معرضين إنه يعبدوا الرسوم ويعتبروها آلهة، يتشبهوا بمين؟ بالوثنيين. بس إحنا ما بنعبدش إشي اليوم، ما بنعبد، كلها بالنسبة لنا هاي أشياء بدائية. إذن حرف الهاء زي ما قلنا مش موجود. استنتجنا، أو خلينا نقول إنها عفوا قبور أو نعوش لا مسيحيين. طيب بقول لك يمكن يكونوا طلع، يمكن يكونوا قبور لمسيحيين، يمكن. إذا قبور لمسيحيين يمكن يكونوا من رسل المسيح، لأنه بقول لك المسيحيين الأولين كانوا قلال. طيب المسيحيين الأولين كانوا قلال، الرسل ضلهم كلهم من نفس المكان، كلهم ماتوا في القدس. احنا بنعرف انه الرسل من سفر اعمال الرسل ما خلوش محل. القديس بولس وبطرس استشهد في روما، القديس توما وصل الى اقاصي الشرق، حتى بقول لك وصل للهند، القديس اندراوس صلب في اليونان، القديس مرقس على القليل راح على البندقية، وفي ناس حتى بقول لك وصل للإسكندرية. كل القديسين تشتتوا مش بالمكان. مش ضلوا يعني. وبعدين حتى ولو واحد منهم راح مثلا، يبدو انه اصل عائلة القديس بولس احذروا من وين، مع انه كان من سكان قليقيا، ما يسمى طرسوس. يقول لك يمكن اصلهم كان من جوش حلب او جيش كلا، يعني الجيش، بلده الجيش في ايه؟ في الجليل. نعم، في اقصى الجليل على حدود لبنان. اذا كله ايش؟ كله يمكن 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 يمكن، يعني ما فيش ولا شيء اكيد. وعلماء الاثار اليهود الاسرائيليين شو بيقولوا له؟ لا بيقولوا له عم انت مخرج سينمائي. ولا يكفي انه يكونوا هذول الاسامي موجوده، لانه هاي اسامي كانت ايش؟ شائعه جدا. يعني ثلث البنات والسيدات في القرن الميلادي الاول كان اسمهم مريم. ثلثهم طبعا مريم، مريمنا، تعرفوا عده تغييرات، ولكن لا لنفس الاسم. يوسف، يهوذا، يشوع، يسوع، كل هاي أسامي كانت موجودة. إذا بنهي كيف؟ مريم. نعم. مريم بالعربي مريم. نعم. ويمكن إنه الاسم أصله فرعوني، معناه محبوبة الإله. الاسم أصله فرعوني لأنه كيف؟ لا مش نجمة البحر. نعم. مريم حسب اللغة الفرعونية تعني محبوبة الإله، وحسب الكلمة وحسب المعنى الكنعاني، حسب اللغة الكنعانية تعني السمو، المكان المرتفع، السمو المكان المرتفع، المرتفع مريم. نعم. هلا فينا من روم، رام يعني عالي. هلا في ناس لما كانوا معرفتهم للغة العبرية نصكم يعني سكر خفيف، ففكروا إنه مريم يعني مريم يعني البحر المر. طيب بس هي أساسا مش مريم، هي مريم، هاي واحد. ثانيا
بصير ايش نقول بالعربي زي مر بحر، بنقول مر بحر ولا بحر مر؟ بحر مر. اذا ما فيش اشي اسمه مار مر ويام بحر. اذا بدها تكون بحر مر كيف بتكون؟ يام مار. يام مار يعني بحر مر. بعدين ما لهاش معنى شو هالبحر المر اللي بده يعطي كل هالحلاوة من للسيد المسيح. طيب هون انا انهيت كلامي، ولكن بستفيد. تفضل. نعم شكرا.